نسير مشاهدينا الكرام حضراتكم ومسيرة الخير تتواصل. انطلاقات المنافسات الشيقة في ميدان دستور تسير لتبحث لها دائما عن وجود في كل المشاركات القوية والأصيلة. نسير مع حضراتكم في هذا الشوط خصم الأبكار، وهو الشوط الرابع عشر في أعداد أشواط هذا الصباح. المركز الأول محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي يتقدم ليقدم لنا أغادير تحتل المركز الأول. المركز الثاني أغادير الأخرى راشد بن سعيد بن علي الزرعي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث اللي من خلاله وصلت براقة وصلت لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل يحتل المركز الثالث مع وجود براقة في المركز الثالث. والمركز الرابع هذه اللي وصلت الجزيرة سالم بن مبارك الزرعي يا أخوك يا راعي الجزيرة. أما المركز الرابع بن مسفر وصل مع عتاب، عتابك حلو الله يا محلى العتاب سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبة. الآن يسير إلى المركز الرابع، لكن نعود إلى المراكز الأولى. اسم الجزيرة عندكم خطير، ولكن نعود إلى غنادير ليس بغندورة لكنها مجموعة غنادير، مجموعة من المزايين، مجموعة من المزايين. يا بن محسن يا محسن يا بن غدير يا بن حمدان يا وهيبي. أما المركز الثاني عتابك حلو الله يا محلى العتاب سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبة يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك وصول من قبل أشانية محماس بن نايض بن عوض الرشيدي، ولكن أعود إلى محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي مع مجموعة الغنادير. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هذه أشانية محماس بن نايض بن عوض الرشيدي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث كانت تدخل سريع مشاهدينا الأعزاء. توقيت الزمني دقيقتين و13 ثانية هو التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لمستوى هذا الشوط، والثانية لمحسن بن غدير بن حمدان.